الجنية الطبيعية، المختبر الوحيد في مدينة تازة. كيشرفنا اليوم الحضور ديالنا في المهرجان، التواجد ديالنا ضمن الحاضرين اللي تبارك الله عليهم حتى هما تعرفوا منتجاتهم اللي غنية عن التعريف، منتجات محلية. والشرف الأكثر لنا هو أننا كنوجدوا منتجاتنا المحلية، محلية الصنع 100% مغربية تازية، وكنفتخروا بها الحمد لله. شكرا لجميع السلطات المحلية والسلطات الخارجية وسيد العميل اللي شرفنا اليوم بالحضور ديالو. شكرا للجميع وشكرا للناس اللي حتى هما كيشجعوا بحال هاد المعارض باش نكونوا دائما في معنا. اليوم الحمد لله كنا واحد مغربي تاريخي تازي 100%، وهذا هو اللي كيفرحني بزاف. انا كنكون كنفتخر بمدينتي تازة ونكون كنمثلها احسن تمثيل في جميع الاماكن باذن الله. شكرا لكم. السلام عليكم، عمر مسعود نائب امين المال لاتحاد التعاونيه سكرو لانتاج العسل الطبيعي. عندنا مجموعه من انواع ديال العسل، اللي هي عندنا الزعتر وعندنا الفرو وعندنا زنتاز وعندنا السدره وعندنا الدغموس. هذه مجموعه من انواع ديال العسل اللي هي طبيعيه 100% بيو، ما فيهاش شي حاجه مضافات، يعني مضافات طبيعيه 100%. حسب اخر اتحاد الصناعه انتاج العسل، هذا الاتحاد هذا في 2011 تعاونيه، ووصلنا دابا 18 تعاونيه ولله الحمد، اللي فيها 195 منفرد. سيره التعاونيات بيوفيرتور مدينة فاس، تعاونيه نسويه متخصصه تسويق وتجميل منتوجات بيولوجيه لنباتات طبيه وعطريه. اول مشاركه لي في المعرض السابع بمدينه تازه. تنشكر الناس اللي عاوني في هذا المعرض هذا باش نتعرف على عارضين من الجهه ونسوق المنتوجات ديالي ونعرفهم. وشكرا. شنو هو المنتوج ديالك؟ عندنا نبات، عندنا فلسفه، عندنا المقطار ديال الماء الورد، عندنا زيوت نباتيه، زيوت اساسيه، ومنتوجات جميل كنخدمو بالمقطارات وبالزيوت النباتيه والاساسيه. شكرا لك الاستاذه خديجه. السلام عليكم ورحمة الله. هذا المعرض في الجهة ديال تازة، هو معرض حقيقة زوين، ما شاء الله فيه منتوجات زوينة ديال الخيرات البلاد ديالنا الحمد لله، منتوجات اللي هي نافعة وطرية وطبيعية 100% كما لاحظت. أنا كاين عندنا العسل والزيت وكاين اللوز وكما كنقولوا حنا الشريحة الكرموس.